هاي اليوم دورت لقيتها بس مو نفس المرجعية في أحد خطب الجمعة تشكرت من وزارة قالت وزارة استطاعت أن توفر الكهرباء. طبعا وزارة الكهرباء نعم قبل شهر تشكرت بالعزم 22 و23 على الإطفاء مال الشتاء. لا قبل شهر كان عندنا تجهيز 3 أشهر كامل. طبعا هسه انا كانت تنقطع عندي ببيتي بغير البيوت ما اعرف شلون كامل والله ما اعرف شيخ. قبل شهر ثق واعتقد شيخ قبل شهر. لا شيخ انت اليوم انا ما اريدك اليوم قدام العالم هسه من راح تقول قبل فول راح تطلع ولا بيت ما عنده قطع راح يقول شوفك شيخ كذا وكذا. لا شيخ قبل خدمك. شهر بس اخدمك شيخ قبل شهر قبل شهر مو الان انا قبل شهر 24 ساعه سيدنا 24 ساعه جاك تجهيز الاخوان الموجودين بالاستوديو 24 ساعه جتكم تجهيز. عمي بالبيت اذا تسمعوني دزولي الوصل مال الكهرباء هنا دزولي على التليفون ترى وليا ليش انا ليش 24 ساعه شيخ خلي يكون كلامنا عندي مجال يعني لا شيخ بس خلينا ناخذنا خلي يكون عندنا كلام دقيق جدا. انا يعني ما اريد اليوم بالعكس انا اكن كل الاحترام ما اريد اليوم يصير حالك حال بقيه الوزراء اللي قال راح نوفر انت قلت 24 بس اخدمك لا انا ما قلت لك لا توعدنا عندنا خلل لا قلت لك لا يصير مثل بقيه الوزراء اللي قالوا راح نصدر وراح نوفر راح كذا. انت قلت فول يعني 24 ساعه لكل الشعب العراقي لكل اعتدال الموسم بس اخدمك اعتدال الموسم لا مو انا ببيتي صار عندي اطفاء. بيتك سيد صار عندك اطفاء؟ والله انا عندي نص ساعه تجيني الاخوان هاي الان لا مو الان قبل شهرين قبل ثلاثه لا نفس الحاله بس اسمح لي بس قبل شهرين الا فيما يخص عطى المعده لا ما في لا كان عندي قطع كان عندي قطع انا بيتي كان عندي قطع اي عندك عطل اهل اللي بالكوت لا والله قطع مو اطفاء مو اطفاء والدي شغل المنطقه كلها شنو اريد يشغل هسه انا اريد اشوف هسه شنو اكو عطل بعد هسه ايش قلت لك انا لا مو هسه مو تقول لي سيدنا 70 مليون محتاجين تقريب 70 مليون متر مكعب غاز حتى يشغل كافه على الرغم من بقيه حولوهن هذا صيفا انا جاي احكي لك شتاء احنا عقدنا 50 يكفينا لا شيخ انا ما جاي اسولف لك شتوين صيفين كذا جاي اوفر بان اكو كهرباء ذروه للحاجه الماسه في اعلى ذروه يمتع عندك احنا ذروه بالصيف اشترط وياك قدامك 70 اذا سطينا غاز هسه شغل 20 ساعه انت الكهرباء انت لمت الكهرباء لمت النفط ما لمت الحاليه مو الحاليه لا انا ما جاي اقول الحاليه ما انت تعرف اكو خلل باداره الحكومات جاي اقول احنا جاي نحاسب اليوم ولا سيدنا ليش تتوقع جوله تراخيص نفطيه مو غازيه لا